فلسطين أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة لآخر الأحداث والتطورات وكل ما يجول في ساحة محافظة الوطن إذا هي جولة جديدة لبرنامج مراسلون في الميدان لمعرفة آخر الأخبار والفعاليات وكل ما يدور هناك قبل ذلك دعوني أرحب بشبكة مراسلين المتواجدين هناك معنا كريستين ريناو من العاصمة المحتلة إسلام الزعنون من المحافظات الجنوبية وحياة حمدان من بيت لحم وكذلك من خليل الرحمن سامي أبو الشرخ البداية معك إسلام الزعنون من المحافظات الجنوبية إذا الاعتداءات لا تتوقف برا وبحرا بالإضافة الحديث يدور عن الفعاليات أو برنامج الفعاليات الرافضة لصفقة القرن وورشة البحرين حدثينا عن هذه الفعاليات طبيعتها ومن أين ستنطلق هناك تفضلي اهلا بك ليال وبالمشاهدين والزملاء كافه نبدا من حيث الاعتداءات الاسرائيليه بالامس في الجمعه الثالثه والستين لمسيرات العوده الكبرى التي حملت عنوان يعني الارض مش للبيع هذه الجمعه يعني كانت جمعه يعني قمع الاحتلال الاسرائيلي كان فيها شديد على كافه المحاور على طول الشريط الشرقي الفاصل مع الاراضي المحتله حيث انطلقت عصر امس كافه المسيرات من قلب المحافظات الى حدود الشرقية قمع الاحتلال الإسرائيلي كما جرت العادة بالرصاص الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع وأيضا الرصاص المطاطي المتظاهرين وأصاب 79 متظاهرا من بين المتظاهرين مسعف لطالما يعني الاحتلال الإسرائيلي يصيب المسعفين والصحفيين على طول السياج الشرقي الفاصل منذ بدء مسيرات العودة الكبرى في أعقاب انتهاء يعني مسيرات أمس بالتحديد الجمعة الثانية الثالثة والستين أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى عن استمرار فعاليات مسيرات العودة للجمعة القادمة والتي تحمل لا لصف... اسم لا لصفقة القرن ولا لورشة البحرين وأيضا خلال هذا الأسبوع سيتخلل عدة فعاليات ستقيمها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى يعني أيضا بمشاركة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية يوم الثلاثاء سيكون بالتزامن مع عقد ورشه البحرين، سيكون هناك اضراب شامل وعام في كافه محافظات قطاع غزه، يعني ستتوقف المدارس الحكوميه والبنوك وايضا الاسواق عن العمل في هذا اليوم رفضا لهذه الورشه التي تمس بالدرجه الاولى القضيه الفلسطينيه والثوابت الفلسطينيه. ضمن صفقة القرن التي تم الاعلان عنها قبل عامين من الان، ايضا يوم الاربعاء وهو اليوم الثاني لهذه الورشة سيكون هناك مسيرات ايضا اعلنت عنها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى، ستعم كافة محافظات قطاع غزة رفضا لهذه الورشة ورفضا لصفقة القرن ايضا وها بهذه الفعاليات تكون دعوة لكل الدول المشاركة بمع... يعني بعدم المشاركة بهذه الورشة احتراما للقضية الفلسطينيه المستهدفه من يعني المستهدفه من من امريكا بالتحديد ومن ترامب بشكل خاص وايضا الانحياز والتي يعني اعلنت الانحياز التام لدوله الاحتلال الاسرائيلي واسقاط الحق الفلسطيني الثابت، ايضا بما تحدثت ونعود ايضا للاعتداءات الاسرائيليه، يعني الاحتلال الاسرائيلي صبيحه هذا اليوم كما جرت العاده الزوارق البحريه الاسرائيليه تطلق نيران رشاشاتها الثقيله صوب الصيادين الذين شرعوا هذا الصباح بدخول البحر حسب المس... المساحة المسموح بها هي عشرة أميال بحرية ولكن هذه هي كذبة إعلامية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لطالما يلاحق الاحتلال الإسرائيلي الصيادين في مساحة أقرب من عشرة أميال بكثير وبالتالي هذه هي عبارة عن كذبة إعلامية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ويروجها للداخل والخارج ك... يعني كجزء من يعني العمل الإنساني للاحتلال الإسرائيلي في هذا القطاع بالتحديد ولكن لطالما يشتكي الصيادين من الانتهاكات المستمره ضدهم في عرض البحر من الملاحقه واطلاق النيران وايضا الخراب الدائم الذي يحدثه تحدثه هذه الملاحقه في مراكب الصيادين البسيطه عدا عن اغلاق البحر بين الفينه والاخرى نعود اخيرا في ملف قطاع غزه ونعود ايضا لكل الفعاليات التي ستستمر طيله هذا الاسبوع، اليوم ايضا نغطي احد الفعاليات او احدى الفعاليات للزميله نور ابو شباب والتي تقوم بتغطيه فعاليه ومؤتمر لمجلس العشائر والقبائل الباديه الذي اعلن عن هذا المؤتمر عند الساعه العاشره صباحا هذا اليوم وايضا الرافض لصفقه القرن وورشه البحرين وداعي كل الدول المشاركه لمقاطعه هذه الورشه يعني بالتحديد وايضا هناك عده فعاليات متفرقه في قطاع غزه ومؤتمرات للاكاديميين والحقوقيين لرفض هذه او لمقاطعه للدعوه لمقاطعه هذه الورشه ورشه لا. البحرين بالتحديد ايضا الهيئه الدوليه حشد ستقوم في عشيه ورشة البحرين أيضا إيه يعني إطلاق مؤتمر يرفض كل مخرجات هذا المؤتمر قبل الشروع بهذا المؤتمر وبالتالي سلسلة الفعاليات مستمرة منذ هذا اليوم وحتى نهاية هذا الأسبوع رفضا لصفقة القرن ورفضا لورشة البحرين وكل مخرجاتها التي بالتأكيد هي تستهدف الثوابت الوطنية الفلسطينية تحت مسمى السلام إليك نعم أشكرك إسلام الزعنون مراسلتنا من المحافظات الجنوبية حدثنا حول أبرز ما يجري هناك من الاعتداءات المتواصلة برا وبحرا ومسيرات العودة إلى الحدث الأبرز وهو الإعلان عن برنامج الفعاليات طبعا الرافضة لصفقة القرن وورشة البحرين ولأي حل اقتصادي على حساب قضايا شعبنا العادلة نتحول إلى العاصمة المحتلة معك كريستين ريناوي إذا الاحتلال لا يكتفي بمواصله تهويده وتطهيره العرقي للحجر والبشر هناك، بل ايضا يعني يمنع اي فعاليه تضامنيه او احتجاجيه او حتى يعني التي لها علاقه بالامسيات الشعريه، ما الذي جرى هناك بالعاصمه؟ نعم الليالي يعني في العاصمه المحتله حتى امسيه شعريه او ثقافيه قد تؤدي الى اعتقال المواطنين المقدسيين. في الاونه الاخيره ونلحظ منذ اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب المشؤوم القاضي باعتبار القدس عاصمه موحده لدوله احتلال ونقل السفاره الامريكيه من تل ابيب الى القدس، منذ ذلك الوقت على الارض يطبق الاحتلال اجراءات جديده يمنع ويقمع كل الفعاليات، بالامس كان هنالك فعاليه شعريه يقوم عليها اتحاد الكتاب والشعراء الفلسطينيين. فعاليه يعني تنظم في القدس من ضمن فعاليات القدس عاصمه للثقافه عاصمة دائما للثقافة وتنفذ هذه الأمسية الشعرية وهذه الفعالية في 160 دولة حول العالم ليس فقط في القدس ولكن في القدس قمعت مخابرات الاحتلال وقوات الاحتلال دهمت الموقع كانت الأمسية في مدرسة دار الأيتام الصناعية في عقبة الصرايا في البلدة القديمة من القدس المحتلة قبل بدء الأمسية اقتحمت المخابرات الموقع سلمت استدعاءات التحقيق لكل المتواجدين البعض في 25 شهر في 26 شهر لمراجعة مخابرات الاحتلال والخضوع للتحقيق والتهمة والجريمة المشاركة في هذه الأمسية التي فضت بقرار من ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان بحجة تبعيتها للسلطة الوطنية الفلسطينية ليس فقط هذه الفعالية في يوم المرأة في يوم الطفل إفطار لرمضاني للصحفيين يمنع ويقمع في مدينه القدس المحتله والذريعه دائما اما تبعيتها للسلطه الوطنيه الفلسطينيه او لاي تنظيم اخر وبالتالي هذا يجسد عمليا الإجراءات التي طبقت على الأرض من بعد إعلان ترامب رصدنا هذا القمع وهذا الفض ونسلط الضوء على هذه القضية من خلال التقرير الذي نعده لنشرات الأخبار ويعقب هذا الفض ليال وكفة المشاهدين مشروع قانون طرح الأسبوع الماضي يفرض عقوبات جنائية تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات لكل من يمول او يشارك او يمنح غطاء او يشارك في اي فعاليه تابعه للسلطه الوطنيه الفلسطينيه في مدينه القدس، الاحتلال يعمل ويضيق الخناق على المقدسيين ويريد ان يمنع عمل السلطه الوطنيه في القدس، وبالتالي هنالك تضييق على كوادر حركه فتح، هنالك تضييق على موظفين السلطه الوطنيه الفلسطينيه، اصلا محافظ القدس ملاحق وبالأمس عندما كنا نجري المقابلات مع المشاركين في الفعالية والقائمين عليها قالوا أننا نشعر بالخجل أننا لم نقم بدعوة محافظ القدس عدنان غيث ووزير القدس فادي الهدمي لكي لا تأخذ الفعالية صبغة سياسية ولكي لا تمنع ولا تفض ولكن على الرغم من خجلنا من عدم دعوتهما للفعالية إلا أن في النهاية انتهى مصير هذه الفعالية بالفض والقمع ونشير الى ان هذا يطبق على كل الفعاليات مهما كان اختلاف ونوع هذه الفعاليات اجتماعية اقتصادية ثقافية تقتحم الفنادق او القاعات او المدارس والمؤسسات وتمنع الفعاليات لهذه الذريعة في سياق محاربة الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، هذا على صعيد هذا الحدث اليوم لا يوجد اقتحامات للمسجد الاقصى المبارك كونه يوم السبت غدا الاحد يستانف المستوطنون اقتحاماتهم الاستفزازيه واشير الى ان المستوطنين يواصلون استفزازهم ليس فقط عبر الاقتحامات اليوميه التي تتم بحراسه مشدده من قوات الاحتلال وانما بمطالباتهم باعاده اغلاق مصلى مبنى ومبنى باب الرحمه في داخل الاقصى الذي نجح المقدسيون بفتحه في شباط الماضي بعد صلواتهم و اعتصامهم الذي استمر لأيام وتكلل بالنجاح وبعادة فتح هذا المصلى والمبنى على صعيد الوضع الميداني في مدينة القدس أشير إلى أن بالأمس المئات من المواطنين المقدسيين شاركوا وأقاموا صلاة الجمعة على أرض حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب القص جنوب القدس المحتلة هناك يهدد الاحتلال بهدم 16 بناية مكونة من 100 شقة وبالتالي هذا حدث كبير ويعني اختبار جديد وتحدي جديد للمقدسيين حديث عن 100 شقة وقررت هدمها يعني خلال ثلاثة أسابيع نعم. أو شهر كحد أقصى يعني دعيني كريستين المنطلين أستوقف المنطلين عند تلك النقطة التي تحدثت بها وهو ما يتعلق بسلسلة يعني الحديث عن مئة شقة كما تحدثتي قبل قليل فيما يتعلق ب يعني كلها مخطرة بالهدم كيف يعايش المقدسيون هذه الأيام يعني أنت تتحدثين عن رقم ليس بالسهل أين سيذهب هؤلاء الأطفال العائلات النساء الشيوخ يعني هل سيكون يعني مأواهم إلى العراء مثلا يعني في إطار هذه السياسات وهي ليست المرة الأولى يعني نتحدث عن 16 بنايه معظمها حديث الانشاء وبعضها مسكون ماهول بالسكان والجزء الاكبر غير مسكون وهذا يعني يعني خفف من شده ومن وطاه هذا التحدي الجديد، نتحدث عن بنايات معظمها ليس مسكونا ولكن معظمها مباع تم بيعه للمواطنين المقدسيين وبالتالي الناس دفعت ثمن هذه البيوت التي في النهايه يهددها الاحتلال بالهدم بحجه قربها من الشيء. الشارع الامني او الجدار الامني الاحتلال يهدد بهدم هذه المنازل ليال رغم انها تقع في مناطق الف اي تابعه للسلطه الوطنيه الفلسطينيه وبالتالي ليس من حق بلديه الاحتلال ان تخطر بهدم هذه المنازل ولكن الذريعه هنا والحجه هنا امنيه بحجه قربها من الجدار رغم اننا نتحدث عن منطقه نعم. الف وعن بنايات اصلا حائزه على ترخيص من الجهه المعنيه والى اين وصلت الجهود القانونيه وبالتالي هنالك فعاليات نعم والى أين وصلت الجهود القانونية؟ على صعيد على على كل الأصعدة على كل الأصعدة يعمل الفلسطينيون لمجابهة هذه القرارات الجديدة، الطواقم الدفاع والمحامون في وزارة القدس في محافظة القدس، المؤسسات الحقوقية، المؤسسات الدولية، الكل يعمل على سياق قانوني، على سياق ميداني من خلال الفعاليات الاحتجاجية على الأرض، بالأمس صلاة جمعة كل جمعة قالوا لنا أنهم سوف يقيمون الصلاة على في الأراضي المهددة والفعاليات عددا تتدحرج ليال تبدأ بصلاة ثم خيمة اعتصام نعم. ويعني تتوسع إلى أن يضمن السكان هناك والأهالي هناك بأنهم سوف يبقوا ثابتين على هذه الأرض وبالتالي على كل أصعدة هناك عمل من أجل إفشال هذه المخططات الجديدة نعم. في سورباهر. وهذا التحدي الجديد كريستين أشكرك من العاصمة المحتلة طبعا حدثتنا مطولا حول كل ما يجري هناك من طبعا قمع لكافه الفعاليات الاحتجاجيه والتضامنيه وحتى التي لها علاقه بالامسيات الشعريه وما الذي جرى هناك وهو رفض لاي وجود فلسطيني رسمي يعني الاحتلال يلاحق كل ما هو فلسطيني وليس يلاحق البنايات و يعني ويلاحق كل هذه التي لها علاقه بتثبيت الهويه الفلسطينيه اتحول من العاصمه المحتله إلى حياة حمدان من بيت لحم. حياة وأنتِ متواجدة الآن في كنيسة المهد والحديث أيضاً يدور عن اكتشاف أثري جديد. أهمية هذا الاكتشاف طبيعته وإلى أي حقبة تعود؟ خاصة بأن هناك دائماً تدور اكتشافات دائماً متواصلة في كنيسة المهد. تفضلي حياة. نعم ليال نتواجد الآن أمام حدث تاريخي وطني هام لفلسطين وشعبها في داخل كنيسة المهد كان هناك مؤتمر صحفي للكشف عن اكتشاف أثري هام أثناء أعمال ترميم الكنيسة التي بدأت منذ عام 2013 نتواجد أيضا في الجناح الجنوبي للكنيسة هنا يتواجد أو تم الكشف عن جرن معمودية جديد داخل جرن أكبر وهذا يعود للقرن السادس عشر للميلادي طبعا اكثر تفاصيل يسعدنا الان استضافه معالي الوزير زياد البندك رئيس اللجنه الرئاسيه المكلفه بترميم كنيسه المهد مرحبا بك اهلا تفضل مساء الخير لك وللإخوة والاخوات المشاهدين اهلا بك بدايه نتحدث عن تاريخ القطعه الاثريه وهذا الجرن وايضا عن اهميه هذا الحدث لتاريخ فلسطين يعني ما في شك انه هذا الاكتشاف اللي بيمثل اكتشاف جرم معمودية من القرن السادس للميلاد قد السادس من فترة الكنيسة الثانية اللي بناها يوستنديان على أنقاض الكنيسة الأولى اللي بنتها بناها قسطنطين وهيلانة وبالتالي هذا سيضيف عدا عن جماليته المتميزة هذا الجرن اللي عليه نقوش بيزنطية سيضيف مزيد من التفاصيل حول تاريخ فلسطين وتاريخ الكنيسة بشكل مفصل آه هذه الليلة سيحضر خبراء دوليين متخصصين في في الأمور هذه إضافة إلى خبراءنا المحليين من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية الذين سيعطون تفاصيل التفاصيل لما هو هذا الاكتشاف الهام الذي لم يسجل في أي من الوثائق لا في الكنيسة ولا عند المؤرخين ولذلك نعتبره اكتشاف غير مسبوق ثانيا أهمية هذا الجرن هو إثبات أن الشعب الفلسطيني حفظ منذ القرن السادس للميلاد لغاية اليوم واليوم نحن تحت رعاية الرئيس أبو مازن نقيم هذا عملية الترميم كلها وهذا الشعب هو الذي حافظ على هذه الآثار، وأنا متأكد أنه أيدي فلسطينية التي قامت بنقش هذا الجرن في القرن السادس للميلاد. ما اجاش يعني أجانب بعيونهم خضر ونقشوه. هذه خبرات في القرن السادس متأكد أنا زي ما في الفسيفساء عملت بأيدي فلسطينية وبحجر فلسطيني نفس الشيء حافظنا منذ ذلك التاريخ وهذا يؤكد أنه الشعب الفلسطيني جذوره متجذره في هذا الوطن ويؤكد انه حافظ على تاريخه اليوم وحافظ على مستقبله واذا رغب الرئيس ترامب ام لم يرغب نحن موجودين في هذا الوطن قبل ما هو وجماعته يخلقوا ونحن سنحافظ عليه ونحافظ على اثارنا وهذه ليست منا يقوم فيها القياده الفلسطينيه بل هذا جزء من حضاره الشعب الفلسطيني وتقاليده الأساسية يعني معالي الوزير منذ عام 2013 لحد هلا كان هناك اكتشاف لأكثر من قطعة أثرية أو لوحات فسيفسائية هنا في الكنيسة لكن ليست بقدر الأهمية نتحدث عن هنا حدثنا عن أبرز هذه الاكتشافات شوفي هذا اكتشاف رقم واحد زي ما تفضلتي لكن هناك بعض الاكتشافات الأقل أهمية وجزء الأكبر منها كان مسجل في الوثائق إن كانت الموجودة في الكنيسة أو عند المؤرخين اللي تداولوا وتناوبوا على هذا, على هذا الوطن فرنسيين وانجليز وعرب والى اخره الفسيفساء في الجزء العلوي من الكنيسه اللي اكتشفت او عيد كشفها خلينا نقول اكتشفت كانت مسجله وهي الـ الـ السيد المسيح نمره ثلاثه في في صحن الكنيسه اضافه وهذا كمان شيء مهم انه من خلال الحفريات اللي قمنا فيها مؤخرا للكشف عن مزيد من الفسيفساء الكنيسة الأولى كنيسة قسطنطين هيلانة توسعنا في حدود الفسيفساء واكتشفنا الجدار الكنيسة الأولى اللي بنيت عليه الكنيسة الحالية أيضا وتوسعت من شكلها الثماني إلى شكلها الحالي اللي هو شكل الصليب الأهم من ذلك أنه تم التأكيد باكتشاف واضح من خلال هاي يعني ترميمات او هاي الاكتشافات او هاي الاعمال الترميم انه المدخل التاريخي للمغاره مغاره المقدسه مغاره الميلاد ليس هو المدخل الحالي هناك مدخل اخر يقع في منتصف القسم الارمني من الكنيسه وهو هناك وجدنا المدخل التاريخي للمغاره الاولى لكن بعد ما بنيت الكنيسه مره ثانيه على عهد القيصر يوستنيان بعد ما هدمت من قبل الفرس وضع المدخل الحالي الذي لا زال منذ القرن السادس لغاية اليوم نتحدث معك برضو معالي الوزير أنه هناك تغييرات في موعد حفل الانتهاء من أعمال الترميم كان المفروض تكون نهاية العام الجاري حدثنا عن هذا يعني السيد الرئيس مهتم جدا بهذا الحدث الدولي التي يعني تتشرف فلسطين بأن هي التي ترعى وتحافظ على مقدساتها المسيحية والإسلامية وبالتالي كان التفكير المبدئي أن تتم الاحتفالية في شهر 10 أو 11 بعد اليونايتد نيشن بعد اجتماع الجميع العام السيد الرئيس كان يقول بعد ما أرجع من الأمم المتحدة ولكن لإعطاء الفرصة للكنائس الثلاثة صاحبة الحقوق اللي هي بطريقية الروم وحراسة الأراضي المقدسة الفرانسيسكان وبطركية الأرمن الأرثوذكس لكي يرمموا الجزء الأهم من الكنيسة اللي هو مبعث القداسة اللي هي مغارة الميلاد أنه سيحضر سيتم تأجيل الافتتاح إلى ما بعد عيد القيام عيد الفصح في شهر أربعة من العام القادم وقد تكون في بدايات شهر ستة أو آخر خمسة سيتم التفاهم والتنسيق مع السيد الرئيس بهذا الموضوع لأنه ستوجه الدعوات إلى الكثير من الرؤساء دول في العالم لحضور هذا الحدث الفلسطيني الدولي من الطراز الاول وهناك اهتمام دولي بهذا الترميم وان شاء الله يعني نقدر نقول انه سنضيف اضافه جديده لتحضير بيت لحم عاصمه الثقافه العربيه 2020 وسياتي هذا الافتتاح متلازم مع الاحتفاليه تبعت بيت لحم عاصمه الثقافه العربيه شكرا لك معالي الوزير نتمنى لكم كل التوفيق يعطيكم العافيه وشكرا لكم شكرا لك، اذا زميلتي ليال عوده للاخبار الميدانيه هنا في محافظه بيت لحم سيكون هناك في تمام الثامنه من مساء اليوم فعاليه وقفه احتجاجيه ضد صفقه القرن وورشه البحرين منظمه من قبل اقليم حركه فتح لبيت لحم من امام مخيم لدهيشه، هذه هي مجمل الاخبار وعوده لك شكرا لك حياة حمدان حدثنا حول أبرز ما يجري هناك في بيت لحم من اكتشاف أثري جديد هام جدا في كنيسة المهد إلى الفعاليات الرافضة لصفقة القرن وورشة البحرين نتحول إلى خليل الرحمن مع مراسلتنا من هناك سامية أبو شرخ سامية أيضا يعني الإعلان عن برنامج الفعاليات الرافضة لصفقة القرن وورشة البحرين ينطلق في الخليل حدثينا أكثر حول ما سيحمله بالاضافه الى مجمل الاخبار هناك مساء الخير لك ليال ومساء الخير ايضا للساده المشاهدين وايضا للزملاء في كل اماكن تواجدهم بالفعل اعلنت القوى والفعاليات الوطنيه في محافظه الخليل سلسله من الفعاليات المناهضه لصفقه القرن وورشه البحرين التاموريه وذلك انسجاما مع كل الفصائل في فلسطين بشكل عام وانسجاما مع يعني مواقف القياده الثابته ضد هذه الصفقات المشبوهه التي تهدف بشكل أو بآخر بالتأكيد إلى ضرب القضية الفلسطينية وتسويف هذه القضية إذا أعلنت القوى الوطنية في محافظة الخليل سلسلة من الفعاليات التي ستنطلق يوم الاثنين والثلاثاء وأيضا يوم الأحد غدا من ضمن أرجاء محافظة الخليل بشكل عام ستبدأ في البداية يوم الاثنين حيث سيكون هناك هبة شعبية ووقفة احتجاجية على مداخل وما مراكز المدن وعلى بالقرب من الحواجز الاسرائيليه وذلك لتنديد بهذه الصفقات المشبوهه وورجه البحرين التي تعتبر حلقه من حلقات صفقه القرن التي ستطبق على ارض الواقع ستكون ضد الاحتلال والمستوطنين المتطرفين يوم الاثنين دعوه للجميع للمشاركه فيها يوم ايضا الاثنين سيكون هناك بحسب اقليم حركه فتح شمال الخليل وقفه في حلحو شمال الخليل الساعة الثانية عشر ظهرا إلى ذلك أيضا تنطلق الفعاليات وتستمر يوم الثلاثاء إقليم حركة فتح والذي جنوب إقليم الجنوب في محافظة الخليل أعلن عن فعالية في مدرسة الرازي في دورة جنوب الخليل الساعة الثانية عشر ظهرا أيضا ستستكمل الفعاليات والقوى الوطنية بفعالياتها المناهضة لهذه الصفقات في مدينة الخليل حيث هناك وقفة احتجاجية حاشدة ستطال كل المؤسسات بتنظيم من القوى وستقوم بمشاركه كل المؤسسات وابناء الشعب الفلسطيني في محافظه الخليل على دوار ابن رشد الساعه الثانيه عشره ظهرا تنديدا بهذه القرارات، يعني هذه مجمل الاخبار وبالتفاصيل وبالمختصر الفعاليات وما سيكون خلال الايام القليله القادمه تنديدا بورشه البحرين وتنديدا بكل من يشارك في هذه الورشه المشبوهه. اذا ليال بالمختصر اخبار الخليل. خليل حتى هذه اللحظة. أشكرك سامي أبو شر. حدثنا من خليل الرحمن. مع هذه النافذة مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج مراسلون في الميدان. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل. إلى اللقاء.